بوسع أي شخص المشاركة في داكار، حيث لا تحتاج إلى أن تكون بطلاً في الراليات لخوض منافساته. في الواقع تتألف الأغلبية الساحقة من المشاركين من الهواة. الشرط الوحيد للمشاركة هو أن تبلغ من العمر 18 عاماً على الأقل، وتمتلك رخصة دولية من FIA للسيارات والشاحنات أو أخرى من FIM للدراجات والكواتس. مع ذلك تخضع فئات الدراجات والكواتس لمعايير في الاختيار، والتي تتطلب مرشحين أكملوا بالفعل راليا صحراويا. الهدف من داكار هو أن يخوض غماره المحترفون والهواة على حد سواء على مسار واحد. لذا وإذا كنت تمتلك روح المغامرة والرغبة في المنافسة، وكذلك الموارد المالية من أجل إيصالك أنت ومركباتك وأي طاقم دعم ضروري إلى خط الانطلاق، فبمقدورك المشاركة. رغم ذلك قد يحتاج المتنافسون أعواما للتحضير من أجل أولى مشاركاتهم في داكار، حيث لا يمكن الاستهانة بالتحديات الجسدية والذهنية التي يفرضها هذا الرالي. على الجانب الآخر تأتي الفرق الاحترافية بدعم من مصنعي المركبات الكبار، والذين يمثل لهم داكار منصة مثالية لاختبار وتطوير مركباتهم، حيث يأتون بميزانيات كبيرة ورعاة يوظفون من خلالها فرق قيادية ودعم احترافية. ومن بين الفرق المصنعية المشاركة KTM، هوندا، ياماها، شيركو، وهيرو في فئة الدراجات، تويوتا، ميني، بيجو، أودي في فئة السيارات، إيفيكو، كاماز في فئة الشاحنات، كانام، بولاريس، ياماها في فئة SSV، كانام، ياماها في فئة الكواتس. وعلى الرغم من الاختلاف بين هاتين المجموعتين من المشاركين، إلا أنهما تتنافسان على ذات المسار ضمن نفس الظروف، وتجمعهما ذات الروح التعاونية التي يسعى من خلالها الجميع لمساعدة بعضهم البعض من أجل الوصول إلى خط النهاية. فليس مستغربا أن ترى فرق سباقات مصنعية تمد يد العون والدعم لفرق الهواة وسائقيها على المسار. الاستثناء من ذلك يكون الدراجون في فئة أوريجينال باي موتول، والذين لا يسمح لهم وفقا للقوانين بتلقي أي مساعدة إلا من خلال منافسيهم ضمن ذات الفئة فقط، ما يفصل الهواة عن المحترفين في نهاية المطاف. هو أنه بينما تأتي فرق الهواة إلى داكار مع مجرد حلم المشاركة والأمل في إنهاء الرالي، لكن المحترفين يسعون للفوز بالرالي الأصعب في العالم وما يصحب ذلك من احترام وهيبة.